تعال نبدأ بمجموعة الصعيد، لأنه القصة بدأت صعبة. 50-50 ما بين لافينا والجونة، 47 بترول أسيوط، 43 نصر التعدين، 41 مصر المقاصة. خلاص دول اللي يعني بينافسوا على الصعود للدوري الممتاز. مصر المقاصة بعيد لكنه الفارق 9 نقاط ومتبقي 7 مباريات، فندخله في المنافسة. يعني الألمنيوم بيخسر على ملعبه أمام شبان قنا 2-1، مصر المقاصة بيفوز على الفيوم 2-1، المدينة المنورة مع نصر التعدين 0-0، لافينا بيفوز على بترول أسيوط في لقاء القمة 1-0، كيما أسوان 2-0 على ملاوي، أسمنت أسيوط بيخسر من الجونة 2-0، منيا بيفوز على تليفونات بني سويف 1-0، ديروت 2-0 على مركز شباب طمية. واحنا يا جماعة يعني هنعرض لكم لقطات من الأهداف قدام حضراتكم. شايف الدنيا ماشية ازاي؟ يعني لافينا الحقيقة تجربة رائعة كالعادة، الحاج محمود الأسيوطي وسيف محمود الأسيوطي بيفاجئونا بحاجة كده زي ما فاجئونا بالأسيوطي، فاجئونا بلافينا وصعد كده بالراحة وفي هدوء، حتى يعني الآن ينافس على الصعود للدوري الممتاز. الجونة بتاريخه زي ما أنت قلت، وبترول أسيوط حتى رغم هزيمته ما زال لديه كثير من الأمل. بالفعل كابتن شوبير، لافينا كمان عندهم الخبرات المجارية، جليد اللي هو صعد قبل كده أول مرة مع فريق الأسيوطي، أصبح هو طبعا هو المدير الفني اللي عامل أداء كمان. نعم. عارف معظم المباريات بلعبته، يعني بنشوف مثلا محمود الحلواني، بنشوف عنده كاميني مثلا والغندور في حراسة المرمى. أصبح تشكيلهم كمان عندهم خالد عبد الشافي باك يمين، هو لاعب مواليد 2001 وحتى. نعم. تحت عين المنتخب الأولمبي. عندهم مثلا رجب مارو زي ما احنا قلنا. نعم. هو يعني يعتبر شبيه مثلا باللاعب زي محمد زيدان، نفس الستايل. لاعب كان من عين كابتن وائل حبيب ان هو استخدموه من الدرجة الرابعة. لكن لما نشوف مثلا لافينا كما اسوان بيلعب في استاد اسوان، كما اسوان في استاد اسوان معهم الكابتن علي عاشور وطبعا والكابتن احمد ابو مسلم، عاملين اداء مميز جدا في الفترة. لكن كابتن شوبير، واحنا بنقول صراع الصعود 3 اندية. نعم. فرقتين هيلعبوا الرابع وخامس، لكن الصراع في هذه المجموعة المركز السادس. لان المركز السادس هيكون دورة فاصله علشان ناخد منهم فرقتين يلعبوا دوري محترفين. والفريق طبعا الثالث في المجموعه هيروح فين؟ دوري القسم الثاني. صراع عنيف. لكن هنشوف مين عراقه مثلا المنيا مع كابتن نبيل محمود. نعم. كيما اسوان طبعا مع كابتن علي عاشور، الالومنيوم مع كابتن ابو طالب العسوي، ديروت مع كابتن علاء ابراهيم. نعم. اسمنت اسيوط مع المدرب الاسباني جونزاليس. النهارده يعني لغايه المركز العاشر نقدر نقول هم عينهم على المركز السادس. المركز بقى ال16 ده هيهبط درجة ثالثة درجتين.